السلام عليكم. أشوف اليوم موديل بونشو تاني اللي كيتفصل بطريقة أخرى. فهاد الموديل بإمكاننا نخدمه في التساوي ما يكونش فيه العرض متر ونص، يعني يكون أقل. نخدمه في العرض يكون متر 25 متر 30، وكيجي تاي ستوندار يلبس جميع المقاسات. إذا غادي نعتبره بأن هاد القطعة المربعة فيها متر 25. أنا مولفة كنخدم بهاد القياس كيجي بونشو ممتاز. إذا هاد 125 متر 25 تكون هنا وتكون هنا وهنا وهنا. هنا مربع غادي يكونوا فيه هاد المقاسات متساوية. من بعد غادي نجيب هاد الزاوية هادي هادي عند هادي هكذا. هنايا عندي جوج قطع مفتوحين وهنا كذلك. الطيب قالت لي هنايا في الوسط غادي نجيب هادي عند هادي هكذا. ها اذا ولاو عندي هنايا ربعه د القطع مفتوحين وهنا طياتين. غادي نقلب هاد الطيات اللي عندي هكذا باش نشرح لكم شنو غنعمل في الفتحه هاد الكول. تن هنا واضح ياك. غادي نجي هنا هاد الراس وغادي نلف بشريط المتر ب 8 سنتيم. غادي نلف نكتب لكم باش تمشوا معايا وتفهموني. غادي نجي من الراس ب 8 سنتيم غادي نلف بها. هاد القيمه كتجيب لينا الكل ممتاز كيدخل للراس بسهوله. 8 سنتيم قلنا كندورو بها انطلاقا من هاد المكان هكذا وتقصوا يعني هاد القطع باربعة مع بعض. تفهمنا؟ لما نحيدوا الدائرة الكل وفتحوه كيعطينا هاد الشكل. الكول سبق لي وريتكم كيفاش تخدموه بلا ما نكرر ونعاود المعلومات. الحاجه اللي نضيف هي بامكانكم تفصلوه بثوب غير هذا. اقصد تاخذوا 50 سنتيم من ثوب صوفي يكون الالوان فيه مناسبه للثوب ديالك. ايضا تقدري تشوفي شي بول يعني تريكو عندك ما بقاش كيجي قادك او ما بقيتيش كتلبسيه، خدي منه 50 سنتيم وهي اللي غادي تخدميها كول. البنات اللي تسألوا على الطريقه اللي ناخذ بها المقاسات في بونشو، فهاد الموديلات يكونوا ستوندار يلبسوا جميع المقاسات، لذلك فهما فكره مشروع هائله فصل الشتاء. هاد القياس اللي خدمته معاكم مربع بطول متر 25 نلكم لي طول ديالو 59 سنتيم كيجي هنايا. لما كيتلبس هاد لي بوينت هادو كيجيو هنا كيغطيو اليد، وهاد المسافه د الوسط كتجي مع الركبه. فإلا كانت السيده طويله عندها لكم اكثر من 59 فتقدر توصل حتى متر 35 متر 40. يعني المساله د الطول كتبقى نسبيه واختياريه على حسبكم نتوما شنو خصكم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا في الدرس اليوم وتكونوا اضفتوا لرصيدكم معرفي معلومات جديده. ما تنساوش تدعموا القناه بالبارتاج وباللايكات. شكرا لكم على طيب المتابعه. دمتم سالمين.